مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا العاشر الذي يأتي مع انطلاقات فئة الإبكار وتحديات الإبكار. شوط الختام الذي يأتي بمنافسات وتحديات فئة هذه الأسماء الكبيرة. مباشرة أبدأ مع المركز الأول، مع الصدارة ماتهاب محمد بسالم بالحوتة العامري، يقدم لنا ماتهاب على المركز الأول. المركز الثاني الوصول من حدث راشد بن زرداح بن عبيد الكتبي، يقدم لنا حدث على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من قبل أيضا الغادمة وجود خليفة بن سالم بطبيعة، يقدم لنا انطلاقة وجود على المركز الثالث. المركز الرابع وصلتنا أيضا اللي هي جزلة قادمة خلفان بن راشد بن يوسف الغفري، غادم أو بن سويف، نعم غادم بن سويف مع شعاره الكبير. وأيضا الوصول من بيه راشد بن الصغير بن قنون، يقدم لنا انطلاقة بيه الواصلة بهذه اللحظات. الأسامي كبيرة والشعارات مميزة تأتي بحثا عن الفوز والانتصار، بحثا عن الناموس بالانطلاق المتميز الذي يأتي مع الأسماء المتميزة بهذا الانطلاق المتميز. ما تهاب من تتقدم على المركز الأول، محمد بسالم بالحوت العامري يقدم لنا متهاب على مقدمة هذا الشوط بالانطلاق المتميز وبالاندفاع الكبير. المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل حدث راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي، يقدم لنا حدث على المركز الثاني بانطلاقها المميز واندفاعها الكبير. من تأتي وتتقدم بحثا عن الناموس في هذا الانطلاق الرائع الذي يأتي مع الأسماء الرائعة، الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة والمتميزة في هذا الانطلاق الرائع، في هذا الاندفاع المتميز الكبير. المركز الثاني أو نعم على المركز الثاني هي أيضا حدث لراشد بن سرداح بن عبيد الكتبي، يقدم لنا حدث. المركز الثالث الوصول والقدوم في ثالث المراكز من قبل الاسم الغادم، هي أيضا بشعار بالطبيعة، هي وجود الواصلة بهذه اللحظات، وجود الحاضرة بالحضور المتميز بشعار أيضا بالطبيعة، أيضا شعار بالطبيعة، يقدم لنا وجود خليفة بن سالم بالطبيعة، يقدم لنا وجود والقادمة أيضا اللي هي جزلة خلفان بن راشد بن حمد بن سويف الأغفلي قادم، وأيضا الوصول من بيه القادمة راشد بن صغير بن قنون، يقدم لنا انطلاقة بيه الواصلة بهذه اللحظات الحاضرة بالحضور المتميز مع الانطلاق المتميز في هذه الانطلاقات الرائعة. ولكن عودتنا إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا التحدي المميز مع المركز الأول. يا بالحوتة يا بالحوتة، ماتهاب محمد بن سالم بالحوت العامري يقدم لنا ماتهاب على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط بالانطلاق الرائع وبالاندفاع الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة. المركز الثاني هناك أيضا الوصول والقدوم من قبل الاسم الغادم، شعار بن سرداح، حدث راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي، يقدم لنا حدث بهذا الانطلاق المتميز وفي هذا الاندفاع الكبير المميز. الأسامي كبيرة والتحديات مميزة تأتي بالمنافسة، تأتي بالتحدي المميز في هذا التحدي المميز وفي الانطلاق الرائع الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة المميزة. ولكن بالحوتة روح، بالحوتة روح، روح بالحوتة روح إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط مع ماتهاب محمد بن سالم بالحوتة، من يتقدم على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط بالانطلاق الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة، الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة والمميزة. ما شاء الله طارت إلى الفوز والانتصار، أعلنت أيضا الانطلاق الأخير في المسار الأخير، في المسار الأخير، في مسار يحمل المنافسة والتحدي، يحمل المنافسة والتحدي المميز في هذا الانطلاق الرائع، في هذا التحدي المميز، في هذا الانطلاق الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة في هذا التحدي المميز.
في هذا التحدي المميز راحت وطارت إلى المركز الأول إلى صدارة هذا التحدي المميز. ما شاء الله، سلام بالحوتة، سلام سلام بالحوتة، سلام على تقديم هذه النوعية المميزة، نوعية مميزة، ما تهاب، وبالفعل هي ما تهاب هنا مع المركز الأول على الصدارة الأولى، مع المركز الأول طارت إلى الفوز، تحمل الرقم واحد وهي في المركز الأول. محمد مسالم بالحوت العامري بطلة لهذا الشوط، بطلة لهذا الشوط، والعصا قوس، والقوس قوسك، والسهام سهامك يا بالحوتة. سلامون يا الهير، سلام سلامون يا الهير، سلام مع الفوز والانتصار على تقديم هذه البطلة بالمركز الأول. تهانينا والناموس المركز الثاني لمحمد سالم بن محمد بضبيعة المركز الثالث، وصلت الغادمة على المركز الثالث راشد بن صغير من قنون، المركز الرابع بشعار أيضا الرقم ثلاثة هي جزء الأخر فامر وصبح بن سويف، والمركز الخامس لبن سرداح. مشاهدينا متابعين الكرام، التوقيت 6:31. مشاهدينا متابعين الكرام، نصل إلى ختام سباق هذا اليوم. شكرا مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليشة الفلاسي على أيضا الجهود المبذولة على أرضية هذا الميدان. مدير هذا الميدان لك الشكر والتهنية، وشكرا لجميع اللجان الغايمة على أرضية هذا الميدان. شكرا للزميل سالم بركاض العليلي، وشكرا ايضا لجميع اللجان الغايمه. مع تحياتي نايف الزرعي، لنقول وداعا بليله لقاء اخر.